أنا راجل بحب المهنة دي، ويعني حياتي كلها السينما. أنا السنة دي هي خلصت صح، سنة 2022 خلصت. شوف أنا منزل إيه فيها، أنا منزل 14 وزومبي وعمهم وبسم الله الرحمن الرحيم وتحت تهديد السلاح، وادي النهاردة فيلم أهو. أتحداك لو في حد بيعمل زي ما أنا ما بعمل، عشان أنا بحب المهنة دي. ده فيلم رومانسي مختلف عن كل الأفلام اللي بتتعرض دلوقتي. قصة رومانسية الناس تحبها، في 7 أغاني الفيروز، فيلم حلو. تتفرج على مصر في قلب الفيلم. مصر فيها يا جماعة مناطق هتتفرج عليها في قلب الفيلم، هتستغرب إن إحنا بنصور في مصر، هتقول دي مش مصر. يا جماعة مصر مليانة حاجات حلوة قوي وأماكن حلوة قوي. هم خدوا 4 سنين وادونا إحنا تقريبا أسبوعين، أسبوعين أو 12 يوم عشان نخلص فيهم مزيكا. بس كنا متفقين على الدايركشن من قبلها بصراحة، ده ساعدنا. بس ان احنا نوصل مع هادي ان احنا ان هو راضي عن الكواليتي دي، ان انا نوصل معاه ان هو راضي عن الكواليتي عشان ابدا اشتغل، سواء الحاجات اللي اشتغلت فيها لوحدي وحاجات عشان نبدا نخلص بسرعه. كمان اشتغلت مع كرو، يعني كان في معايا 2 بيساعدوني، احمد مصطفى من الكومبوزرز اللي انا بعتز بالشغل معاهم جدا جدا يعني، ومعز حامد. فالحمد لله لحقت اخلص الشغل بسرعه وبكواليتي عاليه. والتشالنج كان ان احنا بس بنماتش مزيكة فيروز، او بنعمل ري ارينج الاغاني فيروز، وبنعمل معاها كمان حاجات اوريجينال، انك ازاي تبقى مزيكا من روح فيروز بس معموله بشكل مودرن وبكواليتي حلوه. انا وهاني صحاب من 17 سنه تقريبا، من ايام ما كان انا بتفرج على وسط البلد وهم بيغنوا في الساقيه وفي الفينيوز الثانيه، وانا ملحن لهاني اغنيه فاترين من برضه فترة كبيرة. والكيمياء على طول موجودة يعني بصراحة، يعني أنا وأنا شغال مع هاني على طول بنلاقي كيمياء حلوة، وإحنا شغالين الموضوع بيخلص بسهولة. بس كده كده المزيكا الحلوة لازم تاخد وقت عشان تقدر أنت تتقنها، والتفاصيل الصغيرة اللي ممكن أي حد ياخد باله منها دي تبقى موجودة. فما كناش بننام، بس الحمد لله يعني الموضوع كان مفرح في نفس الوقت. يعني على قد ما احنا قضينا وقت كتير بنعمله وكنا مبسوطين، فده دي اهم حاجه في اي حاجه بصراحه. يعني كمان ساعات بيبقى التشالنج اكتر اللي هو لما تبقى سواق واقع جنب سواق، يعني احمد كده كده بيعمل مزيكا تصويريه وبيعمل مزيكا بتاعته، بس ان هو يجي يساعد حد بس يبقى لام ماشي، لازم بيماتش المزيكا اللي هو بيعملها، او يقول له على حاجات معينه لازم تتعمل او نغير كذا، لازم يبقى عنده تولرنت وافاقه واسعه وبيستحمل، لان غصب عنه كده كده بيبقى هو عايز يحط الانبوت بتاعه كمؤلف. لكن في الاخر انت بتبقى ماشي على بتماتش المؤلف الاساسي، انت جاي بتساعده عشان تطلع له كام حاجه كده بتمشي له الشغل اسرع. فده بالنسبه لي كمان كان هو بروفيشنال فيه جدا، ان هو انه عمل الشغل بسرعه بكواليتي بتماتش الحاجات اللي انا بعملها وفي نفس الاتجاه ده. دي احسن حاجه لما بيكون حد بيساعد حد في شغلانه يعني بصراحه. واحمد احنا شغالين مع بعض من ايام بيبو وبشير، يعني بيبو وبشير هو كان بيسجل معايا لسه جيتار مثلا، لسه بيسجل لي جيتار مش عارف ايه، بياخد لي التكات بتاعت. بس العمل مهم يعني في اي حاجه، دي حاجه كويسه. ما اعتقدش ان في ناس كتير بتعمل كده، يعني احنا بنحب العمل الجماعي بغض النظر عن اي حاجه. انا بتعلم من هاني كتير جدا، وبحاول على قد الوقت يعني ان احنا نعلم بعض، لان المعرفه حلوه. فهو ده التشالنج، يعني ان احنا نبقى مبسوطين وبنعلم بعض، وفي الاخر بنطلع مزيكا كويسه جدا عشان الناس تسمعها. وانا يعني بصراحه يعني مبسوط ان انا كنت مساعد لهاني في الفيلم ده. سألتك حبيبي لو وين رايح، انا بحبك قوي يا شادي. ده احلى عيد ميلاد قضيته في حياتي، وانت احلى حاجه حصلت لي في حياتي. اختيارات الاغاني استاذ هادي اللي بيختارها هو والمؤلف، لان هو المؤلف كاتب السكريبت على الاغاني. وعشان الناس بس لما تيجي برضه انا عايز اشوقهم بس ان هم يجوا فعلا بجد، لان هو الفيلم مكتوب بطريقه ذكيه قوي. محمود زهران كتبه حلو قوي، كتبه من زمان، من سنين كتيره قوي، مش من 4 سنين بس، ده من قبل كده كمان. فمحمود زهران كتب الفيلم حلو جدا، وان شاء الله يعني الناس هتقدر المجهود ده لما تتفرج، وهتعرف ازاي عمل طريقه ذكيه في علاقه اغاني فيروز بالاحداث اللي بتحصل.